بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى، والذي يأتيكم يوميا على تلفزيون حضرموت مباشرة في شهر رمضان المبارك، ويستضيف نخبة من العلماء والفقهاء الذين يبصروننا بالمسائل وأحكام هذا الدين العظيم، ونعرض عليهم استفساراتنا وتساؤلاتنا التي تعرض لنا فيجيبون عنها بمنظار الشريعة المطهرة. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفها وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد، عميد كلية المجتمع وخطيب الجامع الكبير بمدينة الشحر. شيخ ياسر، مرحبا وأهلا بكم. حياكم الله وإياكم، وأشكركم على ما تقومون به من جهد. حياكم الله. جزاكم الله خير شيخ ياسر. مشاهدينا الكرام، نذكركم أنه بإمكانكم وضع استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال الاتصال على الأرقام التي تظهر لكم في أسفل الشاشة، أو بعث رسالة نصية على نفس الرقم بصيغة واضحة على الواتساب الخاص بهذا البرنامج. شيخ ياسر، ولازلنا نتقلب معك في معان بديعة من فضائل كلام الله عز وجل وفضائل القرآن، وقد سرحت بنا النظر والفكرة في الأيام الماضية في بعض معاني السور وفضائلها التي تعدل قراءتها القرآن، فما هو الحديث الذي سيكون معنا اليوم حتى تتشنف له الأسماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد بدأنا فيما يتعلق بفضائل بعض السور كالزهراوين وهما البقرة وآل عمران، ومما ورد أيضا من سور جاءت النصوص بفضائلها سورة الكهف، فقد ورد من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين، ورد في رواية وغفر الله له. قال الإمام الشافعي: وأحب قراءتها ليلة الجمعة كيومها، بل ورد في ذلكم أيضا حديث. ومما ورد كذلكم في فضائل السور أو في فضائل بعض السور على وجه مخصوص، الفضائل التي وردت في قراءة سورة ياسين. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم: ياسين قلب القرآن، اقرأوها على موتاكم، ما قرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أو حديث: من قرأ ياسين في ليلة غفر الله له. وروى الترمذي: من قرأ ياسين أو ياسين قلب القرآن، من قرأها 10 مرات، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، وهو فضل عظيم جدا. رواه الإمام الترمذي في سننه الحديث. مما ورد كذلكم في فضائل السور فضائل سورة الدخان. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الدخان ليلة الجمعة غفر الله له. وزاد الحاكم في حديثه: وبنى الله له بيتا في الجنة. ما ورد كذلكم أي في فضائل سورة الدخان: وأصبح يستغفر له 70,000 ملك، أي من قرأها. مثل ذلكم سورة الواقعة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، أي لم يصبه فقر أبدا. سورة الملك المنجية من عذاب القبر كما ورد ذلكم في الأحاديث. ألهاكم التكاثر
وردت الأحاديث بأنها تعدل 1000 آية من القرآن، أي قراءتها بقراءة 1000 آية في الأجر في الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: هل يستطيع أحد منكم أن يقرأ في ليلة 1000 آية من كتاب الله؟ ثم قال لهم: من قرأ ألهاكم التكاثر كتب الله له من الأجر كقراءة 1000 آية. إنها أجور عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. آمين. الله توفيق لذلكم، علاوة على الأجور الأخرى التي ينالها الشخص حينما يقرأ كتاب الله، وكأنه يحادث الله سبحانه وتعالى، وله بكل حرف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. فقراءة القرآن هي فعلا التجارة الرابحة. نسأل الله التوفيق. آمين. اللهم آمين. نستقبل الاتصال. أم سالم من المكلة. نعم مرحبا أم سالم. ألو. نعم مرحبا. أنا لو مثلا يعني في مشوي بطهر و يعني ما بطهر إلا مثلا بغسل وجهي من مرة واحدة كده، يعني كل عضو حق بطهر بمرة واحدة في حق الوضوء. طيب بتغسلينه مرة واحدة فقط العضو؟ كل عضو يعني مرة واحدة يقبل الطهور. هل تقصدين يصح ولا يصح؟ طيب هذا سؤالك. بذا طيب تسمعين الجواب. تقول: هل يكفي غسل العضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة؟ الواجب إنما هو غسل العضو مرة واحدة، وبهذا أطلقت الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تحدد بعدد، فيحمل على أقل درجات الغسل وهو مرة واحدة. ولقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فالواجب إنما هو الغسل مرة واحدة لكل عضو، بشرط سيلان الماء على جميع العضو، وبالشرط تعميمه كله بالغسل. إن حصل هذا التعميم والسيلان بمرة واحدة كفت، وهذا هو الفرض. وأما ما يتعلق بالتثليث، أي غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، إنما هو سنة من سنن الوضوء. إن تمكن الشخص منها فليفعلها، إن لم يتمكن من ذلك كأن يكون الماء عنده قليل مثلا، أو كان مستعجلا، أو لغرض آخر، فليقتصر على الواحدة ووضوءه صحيح، فإن ثلث حاز أجرا وثوابا. نعم. والله أعلم. جزاك الله خير. أيضا دكتور ياسر، من التساؤلات التي وردت عبر الواتساب هو سؤال حقيقة متصل بعضه ببعض، يعني حبذا أن نجمله حتى يكون كمرجع للذين يسألون عن السؤال. يقول: على من تجب زكاة المال؟ وكيف يتم حصر زكاة المال؟ وكيف أحسب مقدار النصاب؟ وكم الواجب فيه؟ وهل نقود الدين فيها زكاة أم لا؟ نبدأ بالجزئية الأولى، وهي: هل تجب زكاة المال؟ أو على من تجب زكاة المال؟ نعم، تجب زكاة المال على كل مسلم مكلفا كان أو غير مكلف، ولو كان صبيا أو مجنونا. فزكاة الأموال تجب على المسلمين بغض النظر ولو كان مسلما حكما كالصبي والمجنون، بشرط أن يكون قد ملك نصابا ودار الحول، أي مرت السنة على ذلكم النصاب لم ينقص في جزء من أجزاء السنة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على صاحب المال أن يزكيه. ولا شك أن الزكاة محصورة في أصناف معينة، وهي النقود وعروض التجارة والنعم التي تشمل الإبل والبقرة والغنم والزروع والثمار،
والركاز. هذه الأصناف دون غيرها تجب فيها الزكاة. أما غيرها فيما يتعلق مثلا بسيارة يملكها شخص لتقله من مكان إلى آخر لا يجب عليه الزكاة فيها. عنده عمارة يؤجرها لا يجب عليه أن يقوم العمارة في آخر العام ليخرج زكاتها، بل ما تحصل لديه من أموال وإيجارات تلكم العمارة يجب عليه أن يزكيها. أما مجرد العمارة نفسها، أما مجرد آلات مثلا يشتغل فيها كأن يكون لديه شيء من الحرف أو المصانع أو الإيجارات، هذه كلها لا يجب فيها الزكاة. الزكاة إنما تجب في أصناف محصورة معينة من المال، وهي التي ذكرت آنفا. نعم. سنعود أيضا إلى بقية المسائل، لكن نستقبل اتصال. أم أصيل من المكلة، مرحبا. ألو. نعم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. السؤال. ألو. تفضلي. السائدة، إذا كان اثنين متخاصمين، إذا كان إيش؟ بين الأهل يعني تخاصم. وكل ما تبدو يحصل مشاكل، فإذا كان الأفضل لهم إنهم يبعدون عن بعض. يعني تقصدين هل ينفصلون عن بعض إذا كان الأفضل لهم؟ إنه يكون في مشاكل. هم تقصدين أزواج أو أقارب أو؟ أيوة أقارب. أقارب ليسوا أزواج يعني؟ لا. طيب تسمعين الجواب. أم أصيل تقول إذا كان هناك بين أقارب دائما تخاصم، وكلما أرادوا أن يصالحوا عادوا إلى التخاصم، فهل الأفضل لهم في هذه الحالة أن يخرج كل واحد في طريقه؟ الأفضل لهم أن يسلكوا سبيلا وسطا، وهي أن يظلوا متواصلين متباعدين في نفس الوقت، فيحصل بينهم التواصل بحيث لا يعد أحدهما مقاطعا للآخر. فالقطيعة من كبائر الذنوب، ولا يحل لرجل كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالقطيعة والخصام حرام. تقول السائلة أنهم متى ما تواصلوا حصل بينهم الخصام وكثرت بينهم المشاكل. نقول يتواصلون ولا يتداخلون. نعم. يجري أحدهم السلام على الآخر، يزوره بين حين وآخر، وخصوصا في المناسبات كرمضان وكالأعياد، ويصله فيما إذا حصل له نائبة. أو حصل له فرح فيهنئه في حال فرحه، ويعزيه في حال نائبته. وهكذا يصله بحيث لا يعد مقاطعا له. أما أن يتقاطعوا كي تقل المشاكل فيما بينهم، فهذا لا يؤيده الشرع الشريف، بل يجب عليهم أن يتواصلوا وأن تكون صلتهم بحيث لا تحصل المشاكل فيما بينهم. إن كثيرا من المشاكل إنما تحصل فيما إذا تداخل الأقارب كثيرا بعمق، وحصل بينهم كثير من اللقاءات. هنا ربما حصل شيء من هذه المشاكل التي تتحدث السائلة عنها. لعل حتى كان فيما يقال زر غبا تزدد حبا. نعم. جزاكم الله خير شيخ ياسر. نستقبل أيضا اتصال أبو البراء من صنعاء. نعم مرحبا، أنت على الهواء مباشرة واسمعنا من الهاتف فقط. حتى السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أخطب في الأذى في الفجر، أنا قالوا أبتو في مكان ثاني في كفان في قدمتنا ما قدمتنا في الوضع الحور. صوتك يا أخي أبو البراء متقطع، حاول أن تضع يعني خلاصة سؤالك ببطء.
سحرت سحرت و ايوه يأذن في قريه ثانيه فواصلت السحور لانه مسجدنا ما أذن فكيف يعني؟ اه يعني انت تسحرت بعدين بعد ان تسحرت وجدت ان الوقت قد دخل؟ لا مش كذا. كيف؟ تسحرت وأذن في قرية مجاورة فهمت؟ أيوة أيوة في قرية مجاورة. طيب بس مسجدنا ما أذن بواصل شهر قلت أنا على مسجدي. أنت على مسجدك؟ نعم نعم. يعني أنت حكمت على مسجدك وهناك قرية أخرى أذن فيها المؤذن. وضح سؤاله. هو يقول أنه تسحر ولكن أذن في قرية مجاورة لهم وقال أنا بقيت على مسجدي أكملت سحوري فأذن مسجدي، فما الحكم الآن؟ يعني علمنا أنه كان قد سمع القرية المجاورة من قبل. نعم. العبرة أيها السائل إنما هو بطلوع الفجر لا بأذان المؤذنين في قريتك أو من القرية التي هي قريب من قريتك وسمعت أذانهم، فإذا كان الفجر قد طلع وأنت أكلت بعد طلوع الفجر أيها السائل فيجب عليك إمساك هذا اليوم كما يجب عليك قضاؤه. الإمساك لحرمة رمضان والقضاء لكونه قد أكل في جزء من أجزاء النهار. أما إذا كان المؤذن في القرية المجاورة أذن قبل أذان الفجر فصيامه لا شك أنه صحيح. فالعبرة إنما هو بالفجر وطلوعه، فليضبط توقيته. وعلى المؤذنين أمانة عظمى في تحري والتدقيق فيما يتعلق بأوقات الأذان. والمؤذن أمين والإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخ ياسر. نستقبل اتصال محمد عمر من سيئون. مرحبا أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك كل عام بخير. علينا وعليكم بالبركة والخير إن شاء الله. معنا سؤال شيخ. تفضل. يا شيخ انتشرت يعني الأحزاب الدينية ولا تدري أيها أيه صح ولا تدري أيهما تدفع، يعني فما رأيك يعني؟ تقصد في الانقسام الناس؟ يعني كل له مذهب كل له يعني ما يعني ترى الاختلافات كثيرة يعني. يعني طيب. ما هو الأحرى في ذلك يعني. تسمع الجواب بإذن الله تعالى. الأخ محمد عمر يسأل عن يعني الحاصل في الواقع الآن من تشتت الناس، أو سواء كان تشتت على صواب كالمذاهب مثلا الأربعة وانقساماتها، أو أحيانا تجد التشتت فقط لكل من يعني عنت له في رأسه فكرة، قام بحزب وقام بطائفة وقام بجماعة. يعني ما حظ العامي في ظل هذا التخبط الذي يراه؟ نعم. حظ العامي أولا وقبل كل شيء أن يستمسك بعروة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ثم إن الذي ننصح به كل عامي أن يكون على ثبات من أمر توجهه، وليجزم بأن هذه البلاد اليمن عموما وحضرموت خصوصا امتن الله سبحانه وتعالى عليها بأن جعلها على الطريقة السنية منذ فترات قديمة في التاريخ، فمعتقدهم على معتقد أهل السنة والجماعة وهو عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، كما هي عقيدة جمهور أهل السنة من أتباع المذاهب الأربعة كلها. ومن أساسيات تلكم العقيدة أنهم ينزهون الباري سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، ويعتقدون أنه عز وجل متصف بكل كمال منزه عن كل نقص أو عن كل ما يخطر ببال.
عقيدتهم كذلكم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحترمونهم، وأن من حاز الصحبة فقد حاز الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن صحابة رسول الله أفضل القرون، وأن الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة، وأن المبشرين بالجنة بقية العشرة أفضل من غيرهم من صحابة رسول الله، وأن أهل بدر أفضل من غيرهم من بقية الصحابة، وأن أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، وأن أهل أحد أفضل من غيرهم، وهكذا يرتبون الأفضلية في ترتيب سني. هذا ما يتعلق بأمر عقائدهم. أما ما يتعلق بالعمليات فهم على مذهب الإمام الشافعي الذي دخل إلى بلادهم منذ ما يقرب من 1000 عام بل أكثر من ذلك. فثبت فؤادك أيها السائل على هذه الأسس أولا وقبل كل شيء، على هذا المعتقد وعلى هذا المذهب في الأمور العملية والأمور العبادية وما عدا ذلك من اختلافات لا تعتبر اختلافات جوهرية. ممتاز. إنما هي اختلافات في أخذ ورد، إن وردت في بعض المسائل فلك أن تأخذ بها ولك أن تتركها. الشأن كل الشأن إنما هو فيما يتعلق بأمر الاعتقاد وبأمر العمل وبأمر السلوك كذلك. فليطهر المسلم قلبه بسلوك سبيل أهل الله بتطهيرهم القلوب عن أمراضها من حقد وحسد وبغضاء وكبر على المسلمين من أهل لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن يحب أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يواليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. أسأل الله التوفيق لكل عمل صالح والثبات على قدم الحق. آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير على هذه الإجابة الشافية. ونستقبل أيضا اتصال الأخ أحمد علي من سيون. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خير إن شاء الله. الله يحفظكم. أنا عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، عندنا هنا في سيئون في الوادي بشكل عام يعني أذان الفجر يعني إلى حد الآن أذان الفجر ما أدري كيف وصل، يعني أحيانا تجد 20 دقيقة بين المؤذن في المسجد والمؤذن الآخر، يعني أحيانا نخرج من صلاة الفجر نرجع للبيت يعني نحط راسنا على المخدة يذن المسجد الثاني. أيوة، فهذه يعني ما أدري كيف الحكم الشرعي. نعم. لأنه مترتب عليه الصيام يعني. نعم. السؤال الثاني اللي هو المساجد، الآن ما أدري يعني الآن حرب صارت على المساجد، ما تلاقي مسجد إلا بجنب 4 بيوت يبنى مسجد بجنبه ثاني. نعم. فهل هناك معايير للمساجد وإيش حكم هذه المساجد الجديدة يعني؟ لأن الناس يعني تعتقد أنه الأجر والثواب في المسجد يعني. صحيح. فتلاقي مسجد أحيانا في بينه وبين المسجد الآخر 4 بيوت 5 بيوت يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الأخير اللي هو الفتاوى هذه من المشايخ اللي يعني لا نقول لهم ما يؤمنوا بالمذهبية وإنما يفتوا بآراء شيوخهم، قال فلان كذا قال فلان، دون يرجع للمذهب إيش قال الشافعي إيش قال، يبين للناس. فعندما تسألوا أي سؤال فيقول لك قال العلامة كذا وكذا كذا وكذا، يعني ما يؤمن بالمذهبية، ما يؤمن أن هذا مثلا المتصل إيش يصير إيش من مذهب، يعني إيش حكم هذه الرجوع للمشايخ هؤلاء؟ وشكرا. تسمع الجواب بإذن الله تعالى، وحقيقة هي أسئلة جوهرية ومهمة جدا. والشيخ ياسر أيضا له تفصيل جميل في أذان الفجر قد سمعناه في الحلقة الماضية خصوصا فيما يحصل في الوادي، تسمعه الآن منه. تفضل الشيخ ياسر. هذا الإجابة طبعا متكررة لكن لا بأس، المكرر أحلى. نصيحتنا قبل كل شيء فيما يتعلق بالاختلاف الصائر في وادي حضرموت في الفجر خصوصا وطلوعه تقديما وتأخيرا،
أن يحتاط المسلم لأمر دينه فليمسك قبل أذان الفجر المتقدم، أي قبل أذان من يرى تقدم الفجر في توقيته، ولا يصلي إلا بعد أذان المؤذن الذي يعتقد تأخر توقيت الفجر. هذا هو الأفضل والاحتياط، فيحتاط لأمر الصوم بالإمساك قبل، ويحتاط لأمر الصلاة فليؤخرها حتى يفرغ جميع المؤذنين من أذانهم. هذا ما يتعلق بأمر الاحتياط. وأما ما يتعلق بالتوقيت فيجب على السلطات أن تتدخل في هذا الشأن، وأن تجمع المختصين من الفقهاء والفلكيين الذين لهم باع في معرفة مثل هذه المسائل الفقهية، وخصوصا ما يتعلق بالفجر وطلوعه، وتلك مسألة ربما كانت تاريخية في وادي حضرموت، حتى ألف الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى رسالة سماها أو كتابا سماه السيوف البواتر فيما يتعلق بتأخير الفجر إلى الفجر الآخر، وهو كتاب نافع في بابه جدا. والفقيه الكاتب إلى جانب كونه فقيها هو من علماء الفلك أيضا. وقد سبق أن قلنا أن المقرر مؤخرا عندنا أن الفجر يطلع في وقت تكون الشمس تحت الأفق الشرقي فيه بثمانية عشر درجة، والثمانية عشر درجة تساوي 72 دقيقة، لأن الدرجة الواحدة 4 دقائق، فلو ضربنا 18 في 4 كان الناتج 72 دقيقة، فالاثنان والسبعين دقيقة هو الفارق بين طلوع الفجر والشروق. هذا إذا اعتبرنا 18 درجة. ومن الفلكيين قديما من يعتبر 21 درجة، ومنهم من يعتبر 22 درجة، بل منهم من يعتبر 24 درجة. فباعتبار الدرجات يحصل التفاوت الزمني بين طلوع الفجر وبين شروق الشمس. والمسلم مطالب بأن يحتاط لأمر دينه، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الإمساك ووقته والأكل والشرب ووقتهما قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فمن قواعد الشريعة أنه يجب أن يكون بين الحد والمحدود فاصل، ولا يدخل الحد في المحدود. فالمسلم يجب عليه أن يحتاط، فليبعد عن حد الفجر ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وليحذر كل الحذر مما يشاع في هذه الأيام من تكرار حديث: إذا طلع الفجر وفي يد أحدكم إناء فليقضي حاجته منه. فإنه حديث كما سبق لنا كلام فيه متكلم في متنه لمخالفته للنص القطعي وهي الآية القرآنية، ومتكلم كذلك في سنده لأن من رواته حماد بن سلمة، تكلم المحدثون فيه وقالوا لا يتقى حديثه، ومن رواته كذلك محمد بن عمرو وهو مطعون فيه أيضا، تزوج 70 امرأة قالوا ففعل به هذا التزواج ما فعل من النسيان. وعلى فرض ثبوت صحة هذا الحديث فيحمل على الأذان الأول لا على الأذان
الثاني. فالمسلم يجب عليه أن يكون محتاطا لأمر الفجر وليحذر كل الحذر من أن يقع أو من أن يقع له مفطر بعد طلوع الفجر. الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير على هذه الإجابة، وسنعود إن شاء الله إلى أسئلته الأخرى الثاني والثالث، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لنواصل، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مجددا في هذه الحلقة التي تأتيكم مباشرة على تلفزيون حضرموت، والتي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد. نذكركم أنه بإمكانكم وضع استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال الاتصال على الرقم الذي يظهر لكم في أسفل الشاشة، أو بعث رسالة نصية على نفس الرقم على الواتساب الخاص بهذا البرنامج. شيخ ياسر، نعود إلى أسئلة الأخ أحمد علي. سؤاله الثاني يتكلم في المساجد وتعددها، حتى لا تكاد تجد بين المسجد والمسجد إلا مسافة قصيرة، وما سر اهتمام الناس الآن وتوجههم الكبير جدا إلى بناء المساجد، رغم أن في الواقع توجد حاجات لعلها تفوق حاجة احتياج الناس إلى المساجد؟ نعم، قبل أن أجيب، أن بعض فقهائنا في حضرموت يقول إن بناء الحمام أفضل من بناء المسجد. قال لأن الحمام لا يدخله إلا المطر، أما المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت للأرض مسجدا، فإذا فأينما أدركتكم الصلاة فصلوا، فبإمكانه أن يصلي في أي مكان، بينما هناك أمور ربما يضطر الشخص لدخولها أو يحتاج كل الاحتياج لوجودها. ولقد ذكر الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أن مثل ذلك كل من يقيم مسجدا بجانب مسجد آخر يدخل في ضمن ذلكم الضرار. كان المفروض أن ينظر إلى الحاجة، فهل المكان يحتاج إلى مسجد أو ليس بحاجة إلى مسجد؟ فإذا كان بحاجة إلى مسجد فلتبنى المساجد في تلك الأماكن المحتاجة إليها، وإن لم يكن المكان بحاجة إلى مسجد فلا داعي لبنائها، لأنها تكون سببا في تفريق الناس. فبدلا من أن يهرع المصلون إلى مسجد ويجمعهم ذلكم المسجد ويحصل ألفة وتواصل فيما بينهم 5 مرات في اليوم والليلة في مسجد واحد، يتفرقون في عدد من المساجد. والأفظع من هذا وذاك أنه كلما بني مسجد أسست له جمعة. نعم، إشكالية كبيرة هذه، مع أن الجمعة لا يجوز إقامتها ولا يجوز تعددها ما لم تدعو الحاجة القصوى إلى تعددها. فشرط من شروط صحة صلاة الجمعة أن لا تتعدد في البلد الواحد، فإن تعددت صحت صلاة الجمعة الأولى. وقال قال الإمام مالك صحت صلاة أهل الجمعة العتيقة، وهي القديمة المؤسسة أولا قبل الجمعة الأخرى. ومهما يكون من شيء فالنصيحة مبذولة للمتصدقين أن يلتفتوا إلى أمر الناس، ومن مقالاتهم لقمة في بطن جائع خير من عمارة ألف جامع. فالواقع الآن ووضع الناس يحتاج إلى الالتفات إلى بطون الجائعين وإلى حالة الناس البائسة هذه، فليتصدق على الفقراء والمساكين خير له من أن يبني مسجدا، خير له من أن يبالغ في بناء ذلك المسجد وفي تحسينه وفي تكييفه وفي مع أنها أمور مطلوبة شرعا. النبي يقول من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة.
لكن ذاك بحسب الحاجة، ورسالة موجهة كذلك إلى الجهات المختصة أن تولي هذا الأمر اهتمامها، فلا تسمح ببناء مسجد بجانب مسجد آخر إلا بحسب الحاجة، إلا بحسب الحاجة وبحسب ما تدعو إليه الظروف المنطقة التي يراد بناء المساجد فيها. جزاكم الله خير. نستقبل اتصال وليد علي من إب، ونعتذر إذا أخرناك قليلا. مرحبا أخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. شهر مبارك إن شاء الله. معي سؤال يقول: التشهد في رمضان كمثل يا ثواب، هل هو مسنون أم بدعة أم ماذا؟ الذكر. طيب تسمع الجواب، لكن قبل جوابك سنعيد إلى آخر سؤال من الأخ أحمد علي، كان يسأل عن الفتاوى التي تؤخذ من كل منهب ودب. يعني تجد بعض الناس يفتي بلا مذهبية، إما تارة بما يراه هو أو تارة بما يراه الشيخ نفسه الذي تلقى عليه، وبعضهم حتى يذم هذه المذاهب، فماذا ترون في مثل هذه المذاهب؟ ووجودها فرع عن الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية نص في وجوب سؤال من لا يعلم لمن يعلم، والذين يعلمون حقيقة هم أولئكم أي أرباب المذاهب الذين سلمت الأمة باجتهادهم. فالأمة سلمت واتفقت على اعتبار مذاهب علماء الأمصار الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومنذ ذلكم العصر فالإمام أبو حنيفة ثبتت تابعيته، فهو من التابعين لأنه لقي أربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعده من الأئمة من تابعي التابعين. منذ ذلكم الحين، منذ فجر التاريخ وإلى اليوم، التف المسلمون حول هذه المذاهب الأربعة. فمن قلد مذهبا من المذاهب خرج عن عهدة التكليف، وصرنا في الواقع متعبدين بما يقوله أرباب أولئكم المذاهب، لأنهم لا ينطقون إلا بما تدل عليه ما يدل عليه الكتاب وبما تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمذاهب ترجمة لمعاني السنة ولمعاني الكتاب. ظهر في حين متأخر من الزمان من يدعو إلى نبذ المذاهب، وخير ما ألف في الرد على هذه الأفكار الدخيلة في وقت متأخر جدا وقريب كتاب اللادينية أو اللامذهبية، قنطرة إلى اللادينية أي طريق إلى التحلل من الدين نفسه، وكتاب اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للشيخ البوطي عليه رحمة الله، واللامذهبية قنطرة اللادينية للإمام الكوثري، وهما كتابان نافعان جدا في بابهما، ننصح كل طالب علم بقراءتهما، وفيهما غنية لمن أراد التفصيل فيما يتعلق بتقليد المذاهب، مع أنه في الوقت الأخير حصل تراجع كبير وجميل في نفس الوقت عند كثير ممن لا يرى اتباع المذاهب ويرى الكتاب والسنة، وغاب عن أذهانهم أن المذاهب ما هي إلا تفسير للكتاب والسنة. فلأن آخذ بشرحي وبتفسير الشافعي للكتاب والسنة خير لي من أن آخذ بتفسير الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني للكتاب والسنة. إذ اجتمع في الشافعي من شروط الاجتهاد
ما لم يجتمع في فلان أو علان من المعاصرين. فلقد كان على قدم راسخ من العربية إلى درجة أنهم قالوا يحتج بكلامه في اللغة العربية، وذاك أمر آخر محل وقفة عند اللغويين وعند الشرعيين. هل يحتج بكلام الشافعي في اللغة العربية أو لا يحتج بكلامه؟ قال يوما من الأيام الماء المالح، فانبرى له بعض أهل اللغة وقال ينبغي أن يقول الملح ولا يقول المالح، فالمالح خطأ لغة. فرد عليه غيره بقول الشاعر ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. فقال وإن كلام الشافعي نفسه حجة في اللغة. وذاك الأمر إنما يناقشه علماء اللغة العربية، هل إنشاء اللغويين حجة أو ليست بحجة؟ هذا ليس موضوعنا. الشاهد في ذلك أن كلام الشافعي أن إمامة الشافعي وغيره كأبي حنيفة وكمالك وكأحمد وغيره من الأئمة المتبوعين، أولئكم وصلوا إلى مرتبة أو إلى مرتبة الاجتهاد لما جمعوه من علوم اللغة ومن علوم الاستدلال وأصول الفقه ومعرفتهم بمدلولات الكتاب وبمدلولات السنة وغير ذلك مما عرفه مما لم يعرفه غيرهم ممن يدعي أنه بمنزلتهم. فأين الثراء من الثريا؟ الدعوة إنما هي بسلوك سبيل المذاهب الأربعة المتبوعة، فمن سلك سبيل مذهب من هذه المذاهب كان متبعا للكتاب والسنة. نعم، ومع الأسف اليوم يعني نجد بعضهم يحاول أن يفصل كأن الكتاب والسنة شيء وكأن هؤلاء ومذهب الشافعي مثلا شيء. نعم، شيء آخر يوهم كثير من الناس. بئس ما قال، وهو مفهوم خاطئ يجب أن يصحح للجميع. لأن ما قاله الشافعي إنما هو عين الكتاب وعين السنة نفسها، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ ياسر. أيضا الأخ وليد من إب يسأل عن ذكر يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، ما حكم هذا الذكر؟ يقول هل هو بدعة أم هو سنة؟ لا أدري هل هذا يأتون به في إب عندهم. نعم، نحن في حضر الموت يأتون به. نعم، كنا منتظرين السؤال من حضرمي. على كل حال، فجزاه الله خيرا، ربما أتوا به هناك. نعم نعم. ما رأيك من نعود إلى جواب سؤاله حتى لا نقطع الاتصال؟ تفضل. نعم، سعيد من الشحر، مرحبا أخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بخير، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. معي سؤال واحد. تفضل. ما حكم من يسافر دوما، أي عمله يقتضي على أن يسافر، مثلا صاحب شاحنة النقل، فما حكم صلاته وصومه في شهر رمضان؟ نعم، تسمع الجواب بإذن الله تعالى. العفو، قطعتكم في سؤال الأخ وليد، وكنت أيضا تستفسر هل كانوا يأتون به عندهم لا. نعم. على كل حال، إن كانت طريقتهم كطريقتنا في حضرموت، أننا نأتي أولا بالتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ثم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ثم يا تواب تب علينا. هذه من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث سلمان الفارسي الطويل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستقبل شهر رمضان: استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار.
فأنت أيها المسلم حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله تنطق بكلمة التوحيد وترضي بهذا ربك. فإذا قلت أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقد ورد أنه لا غنى لنا عنهما، وورد أيضا في الحديث أن من قال ثلاثا أسأل الله الجنة دعت الجنة له بدخولها، فما أعظم هذا الأجر على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نأتي به في رمضان تستكثروا فيه، فيه تفيد الظرفية في الزمان وفي المكان، فيه أي في رمضان في ظرفية الزمان، فأمرنا أن نأتي بهذا الذكر. ولقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت ليلة القدر يا رسول الله ماذا أقول فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو، بتشديد الواو، كثير من العوام يخففها عفو تلك مصدر، فعفو العفو اسم الفاعل، اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو مخفف، تحب العفو فاعف عني أو فاعف عنا، فهذا أيضا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر مسنون. نعم هذا ذكر مسنون. ثم يؤتى بيا تواب، والله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن ندعو بسم الله التواب لمناسبته لما نحن فيه من رجاء المغفرة ورجاء التوبة في رمضان. نسأل الله أن ندرك المغفرة هذا الشهر ورحمته والعتق من النيران فيه. جميل. يعني هو داخل ضمن عموم، على كل حال هذا داخل ضمن عموم المطلوبات ويدل له خصوص الأوامر التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في رمضان على وجه الخصوص. نعم والله سبحانه وتعالى. شيخ ياسر، وهذا آخر سؤال معنا في هذه الحلقة ونتمنى أن تطول لكن الوقت مشارف على الانتهاء. هذا شخص يقول ليسافر دوما لأنه سائق شاحنة في شهر رمضان مثلا، ويضطر أحيانا مثلا إلى فطر أو إلى غيرها من الأمور، فما الحكم في مثل هذه الحالة خصوصا في رخصه ما يتعلق بالفطر والصلاة، ويكون ذلك ختما للحلقة. أما ما يتعلق بقصره وجمعه للصلاة، هذا مديم السفر كما تفضلت وتفضل السائل، السائق الشاحنة، ملاح السفينة، نص الفقهاء على ما يتعلق بملاح السفينة ومديم السفر. فما يتعلق بقصره وجمعه يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يجمع، لكن الأفضل له الإتمام خروجا من خلاف أحمد بن حنبل، لأن الإمام أحمد رضي الله عنه يرى عدم جواز القصر منه، فمراعاة لمذهبه نأخذ به فنقول ينبغي له أن يتم، فإن قصر لا بأس فصلاته صحيحة وقصره جائز على وفق مذهبنا. قال الباجوري في حاشيته هل لا روعي خلاف أبي حنيفة في المسألة، لأن أبا حنيفة يرى وجوب القصر على كل مسافر مديما سفره أم غير مديم سفره، سفره، فالجميع يجب عليه القصر عنده. والإمام أحمد يقول مديم السفر لا يجوز له القصر، ووقع مذهبنا وسطا فقال يجوز له لكن يراعى مذهب أحمد في الإتمام ولا يراعى مذهب أبي حنيفة في القصر. لما؟ قال وإنما روعي مذهب أحمد في وجوب الإتمام لمديم السفر لأنه موافق للأصل، إذ الأصل الإتمام. أيضا في ثواني لأننا وشكنا على الخاتم في مسألة الفطر له، أما ما يتعلق بفطره فالذي نص عليه ابن حجر في تحفته
أن مديم السفر لا 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 يفطر ولا يترخص برخصة الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا مديم السفر لا تتأتى له العدة في الأيام الأخرى، فإذا يجب عليه أن يبرأ ذمته وأن يصوم في أثناء سفره ليدرك فضل رمضان، فلا يجوز له الفطر ولا يترخص برخصة الفطر. أما القصر فيجوز له، والأفضل له تركه الإتمام مراعاة لمذهب الإمام أحمد. وبقية المسافرين الأفضل لهم القصر مراعاة لمذهب أبي حنيفة. وضحت الإجابة، جزاكم الله خير. تمنى يعني أن تطول، لكن انتهت الحلقة. مشاهدين الكرام، نشكر لكم حسن الإصغاء وحسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. إلى ذلك الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.